والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله سبحان الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة جعلناه نطفة في قرار مكين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة خلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر أحسن الخالقين ثم
شأنه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله.